السلام عليكم وأهلا بكم في هذا الفيديو الذي سنخصصه لتقديم تلخيص درس اتصال دالة عددية Continuity d'une fonction numérique الموجه لتلاميذ السنة الثانية من سلك البكالوريا علوم تجريبية ومسالكها وعلوم والتكنولوجيات الصناعية. اتصال دالة عددية في نقطة. تعريف اتصال في نقطة: لتكون F دالة عددية معرفة على مجال مفتوح E و A عنصر من المجال E، نقول إن الدالة F متصلة في A إذا تحققت العلاقة limit F ل X عندما يؤول X إلى A تساوي F ل A. تعريف الاتصال على اليمين continuity à droite: لتكون F دالة عددية معرفة على مجال على شكل ألفا عفوا A زائد ألفا بحيث ألفا موجب قطعا، نقول إن الدالة F متصلة على يمين A إذا تحققت العلاقة limit F ل X عندما يؤول X إلى A على اليمين يساوي F ل A. الاتصال على يسار continuity à gauche: لتكون F دالة عددية معرفة على مجال على شكل A ناقص ألفا A بحيث ألفا موجب قطعا، نقول إن الدالة F متصلة على اليسار في A إذا تحققت العلاقة limit F لX عندما يؤول X إلى A على اليسار تساوي F لA. propriété خاصية: لتكون F دالة عددية معرفة على مجال مفتوح E و A عنصر من المجال E. F متصلة في A إذا وافقت، إذا كانت F متصلة على اليمين في A ومتصلة على اليسار في A. ملاحظات: التمثيل المبياني لدالة F متصلة يرسم مع عدم رفع القلم على الورقة. الملاحظة الثانية: إذا كانت F دالة معرفة في A ولا تحتوي على نهاية أو limit F لX عندما يؤول X إلى A تساوي زائد ما لا نهاية أو ناقص ما لا نهاية، ففي هذه الحالة F ليست متصلة في A، F is discontinue en A. الاتصال على مجال. تعريف: نعلم أن مجال عبارة عن مجموعة من النقاط، إذن نقول إن الدالة F متصلة على المجال المفتوح AB إذا وافقت، إذا كانت متصلة في جميع نقاط هذا المجال. التعريف الثاني: تكون دالة F متصلة على المجال المغلق AB إذا كانت متصلة على المجال المفتوح AB ومتصلة على يمين A وعلى يسار B. بنفس الطريقة سنقوم بتعريف الاتصال على بقية أنواع المجالات وذلك على شكل ملاحظات. F متصلة على المجال AB المغلق من جهة A إذا كانت متصلة على المجال المفتوح AB ومتصلة على يمين A. F متصلة على المجال AB المغلق من جهة B إذا كانت متصلة على المجال المفتوح AB ومتصلة على يسار B. الدالة F متصلة على المجال A زائد ما لا نهاية مغلق من جهة A إذا كانت متصلة على المجال A زائد ما لا نهاية مفتوح ومتصلة على يمين A. كذلك الدالة F متصلة على المجال ناقص ما لا نهاية A مغلق من جهة A إذا كانت متصلة على المجال ناقص ما لا نهاية A مفتوح ومتصلة على يسار A. خاصية:
الدوال الحدودية لفونكسيون بولينوم متصلة على R، الدوال الجذرية متصلة على كل مجال ضمن مجموعة تعريفها، الدالتين سينوس والكوسينوس متصلتان على R، الدالة المعرفة بالجذر مربع X متصلة على R بلس وهو المجال صفر زائد ما لا نهاية مغلق من جهة الصفر. العمليات على الدوال المتصلة، خاصية ليكن E مجال من R ولمضة عدد حقيقي، F و J دالتين متصلتين على المجال E. إذن الدوال F زائد J و F في J ولمضة F متصلة على المجال E، بالإضافة إلى لكل X ينتمي إلى المجال E جد X يخالف صفر، إذن فالدالتين واحد على J و F على J متصلان على المجال E. فونكسيون بارتي أونتيير دالة الجزء الصحيح، تعريف الدالة التي تربط كل عنصر X بالعنصر النسبي الوحيد P الذي يحقق X بين P و P زائد 1 تسمى دالة الجزء الصحيح. صورة X بدالة الجزء الصحيح نرمز لها ب ل X أو X بين معقوفتين. نتائج لكل عدد صحيح نسبي P لدينا النتائج التالية دالة الجزء الصحيح متصلة في P على اليمين وغير متصلة في P على اليسار. من خلال هذه النتيجة نستنتج نتيجة ثانية، دالة الجزء الصحيح غير متصلة في P. النتيجة الأخيرة، دالة الجزء الصحيح متصلة على المجال P P زائد 1. مفهوم جديد ليماج دان انترفال بار اون فونكسيون كونتيني، صورة مجال بدالة متصلة. خاصية صورة قطعة بدالة متصلة هي قطعة، كذلك صورة مجال بدالة متصلة هي مجال. ملاحظات أو ملاحظتين، صورة المجال E بالدالة F نرمز لها ب F ل E. ملاحظة الثانية، F متصلة على المجال المغلق AB، إذن صورة المجال المغلق AB هو المجال المغلق MM، بحيث M هي القيمة الدنيا للدالة F على المجال AB، و ground M هي القيمة القصوى للدالة F على المجال AB. تيوريم دي فالور انترميديير، مبرهنة القيم الوسطية. مبرهنة أو خاصية، لتكن F دالة متصلة على مجالين E و A و B عنصرين من المجال E، لكل عدد حقيقي لمضة بين F ل A و F ل B يوجد على الأقل عدد حقيقي C ينتمي إلى المجال AB، بحيث F ل C تساوي لمضة. ملاحظة، العدد الحقيقي لمضة بين F ل A و F ل B يعني أن لمضة ينتمي إلى صورة المجال المغلق AB بالدالة F. نتائج أو نتيجة،
لتكون F دالة متصلة على المجال المغلق AB و F لA في F لB أصغر قطعا من الصفر. إذن المعادلة F لX تساوي صفر تقبل على الأقل حلا في المجال المفتوح AB. d'une fonction continue strictement monotone حالة دالة متصلة ورتيبة قطعا. سنقتصر على بعض الأمثلة. صورة المجال AB المغلق في حالة F تزايدية قطعا أقوم بالاحتفاظ بالترتيب وأحسب الصور F لA F لB، بينما في حالة F تناقصية قطعا أقوم بتغيير ترتيب الأطراف F لB F لA. المثال الثاني E هو المجال المفتوح AB، بما أن الدالة F غير معرفة في A وفي B أقوم بحساب النهايات وأحتفظ بالترتيب في حالة F تزايدية قطعا. ليميت F لX عندما يؤول X إلى A على اليمين وليميت F لX عندما يؤول X إلى B على اليسار. أقوم بتغيير الترتيب في حالة F تناقصية قطعا. ليميت F لX عندما يؤول X إلى B على اليسار وليميت F لX عندما يؤول X إلى A على اليمين. مثال أخير سأستخدم هذا المثال، المجال ناقص ما لا نهاية B المغلق من جهة B. F تزايدية قطعا أحتفظ بالترتيب، هنا أحسب نهاية الدالة F عندما يؤول X إلى ناقص ما لا نهاية. الحالة الثانية أحسب صورة B. في حالة تناقصية قطعا أقوم بتغيير ترتيب F ل B والليميت F ل X عندما يؤول X إلى ناقص ما لا نهاية. نتيجة مبرهنة القيم الوسيطية، إذا كانت F متصلة ورتيبة قطعا على المجال المغلق AB فإن لكل لمضة بين F ل B يوجد عدد حقيقي C وحيد في هذه الحالة، بحيث F ل C تساوي لمضة. وحدانية الحل، وذلك إذا كانت F رتيبة قطعا تزايدية قطعا أو تناقصية قطعا. continuité de la composée de deux fonctions، اتصال مركب دالتين. خاصية، يكون اتصال مركب دالتين أو مركب دالتين عفوا يكون متصل إذا تحققت ثلاثة شروط. إذا كانت الدالة F متصلة على مجالين E الشرط الأول، والدالة G متصلة على مجالين G هو الشرط الثاني، والشرط الثالث هو صورة المجال E بالدالة F ضمن المجال G. إذن جيرون F متصلة على المجال E. نتيجة، لكي نبرهن على أن جذر مربع F متصلة يجب أن نبرهن على شرطين: أن تكون الدالة المتواجدة داخل الجذر متصلة وموجبة. إذن هذه الدالة جذر F متصلة على المجال E، وهو المجال الذي تتصل عليه الدالة F وموجبة كذلك عليه. fonction réciproque d'une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle. الدالة العكسية لدالة متصلة ورتيبة قطعا على مجال. خاصية، إذا كانت F متصلة ورتيبة قطعا على مجال E فإن لكل عنصر Y من المجال F ل E المعادلة F ل Y تساوي F ل X عفوا تساوي Y لها حل وحيد في المجال E. تعريف، F دالة متصلة ورتيبة قطعا على مجال E والJ هو صورة المجال E بالدالة F. نسمي
الدالة العكسية فونكسيون ريسيبروك للدالة F التي نرمز لها ب F موانز على المجال J B لكل X من J F موانز دو X تساوي Y بحيث Y هو العنصر الوحيد من المجال E الذي يحقق F ل Y تساوي X. إذن لكي نبرهن على أن دالة تقبل دالة عكسية يجب البرهان على شرطين، يجب البرهان على أن الدالة F متصلة ويجب البرهان على أن الدالة F رتيبة قطعا. نتائج دي كونسيكونس: لتكن F متصلة ورتيبة قطعا لكي نحصل على الدالة العكسية و F موانز دالتها العكسية، لدينا النتائج التالية: F موانز ل X تساوي Y تكافئ F ل Y تساوي X. ثم مركب الدالة ودالتها العكسية ومركب الدالة العكسية والدالة دائما ما يساوي X. خاصيات أو خاصية: إذا كانت F متصلة ورتيبة قطعا على مجال E و F موانز دالتها العكسية فلدينا الخاصيات التالية: F موانز متصلة على المجال G بحيث G هو صورة E، F موانز رتيبة قطعا على المجال G ولها نفس رتابة الدالة F على المجال E. التمثيل المبياني CF موانز للدالة F موانز هو مماثل التمثيل المبياني CF للدالة F بالنسبة للمنصف الأول للمعلم La première bisectrice أو المستقيم ذو المعادلة Y يساوي X. فونكسيون غاسين إنيم دالة الجذر النوني أو الجذر من الرتبة N. تعريف: ليكن N عدد صحيح طبيعي غير منعدم. الدالة العكسية للدالة المعرفة على المجال صفر زائد ما لا نهاية المغلق من جهة الصفر ب X أس N تسمى دالة الجذر من الرتبة N ونرمز لها بهذا الرمز. صورة العدد الحقيقي الموجب X بهذه الدالة نرمز له بهذا الرمز. وأخيرا هذا العدد يسمى الجذر من الرتبة N للعدد X. ملاحظات: الجذر المربع هو الجذر من الرتبة 2، الجذر المربع لX هو الجذر من الرتبة 2 لX، الجذر من الرتبة 1 لX هو العدد X، والتكافؤ التالي X أس N تساوي Y تكافئ X تساوي الجذر من الرتبة N لY. نتائج: لكل عدد حقيقي موجب الجذر من الرتبة N لX N هو الجذر من الرتبة N لX الكل أس N هو العدد X. ثم ليميت الجذر من الرتبة N لX عندما يؤول X إلى زائد ما لا نهاية هو زائد ما لا نهاية. النتيجة الأخيرة: دالة الجذر من الرتبة N متصلة ورتيبة قطعا تزايدية قطعا لأنها دالة عكسية على المجال صفر زائد ما لا نهاية. إذن لكل X موجب ولكل Y موجب لدينا الخاصيتان التاليتان: الجذر من الرتبة N لX تساوي الجذر من الرتبة N لY تكافئ X تساوي Y، والجذر من الرتبة N لX أكبر قطعا من الجذر من الرتبة N لY تكافئ X أكبر قطعا من Y. خاصية
العملية على الجذور النونية ليكون N و M عنصرين من N إطوال و A و B عنصرين من R بلس. لدينا الجذر من الرتبة N ل A عامل للجذر من الرتبة N ل B يساوي الجذر من الرتبة N ل A في B، ثم الجذر من الرتبة N ل A على الجذر من الرتبة N ل B تساوي الجذر من الرتبة N ل A على B، بحيث B يخالف الصفر. خاصية ثالثة، الجذر من الرتبة N ل 1 على B يساوي 1 على الجذر من الرتبة N ل B، بحيث B كذلك يخالف الصفر. خاصية الموالية، الجذر من الرتبة N للجذر من الرتبة M ل A يساوي الجذر من الرتبة N في M ل A. وأخيرا الجذر من الرتبة N في M ل A أس M هو الجذر من الرتبة N ل A. خاصية موالية، مركب دالة عدد F والدالة المعرفة ب الجذر من الرتبة N ل X. لتكن F دالة معرفة وموجبة على مجالين E، لدينا النتائج التالية: إذا كانت F متصلة على E فإن الجذر من الرتبة N متصلة على E بنفس الجذر المربع، أو عفوا بنفس طريقة الجذر المربع. إذا كانت ليميت F لX عندما يؤول X إلى A هي L، بحيث L عدد موجب، فإن ليميت الجذر من الرتبة N لF لX عندما يؤول X إلى A هو الجذر من الرتبة N لL. الخاصية الأخيرة، إذا كانت ليميت F لX عندما يؤول X إلى A هو زائد ما لا نهاية، فإن ليميت الجذر من الرتبة N لF لX هي زائد ما لا نهاية كذلك. النتيجتين الأخيرتين تبقيان صالحتان في حالة X يؤول إلى زائد ما لا نهاية، أو A على اليمين أو A على اليسار. Puissance rationnelle d'un nombre réel strictement positif. القوة الجذرية لعدد حقيقي موجب قطعا. تعريف: ليكن X عدد حقيقي موجب قطعا و R عدد جذري غير منعدم، نسمي القوة الجذرية للعدد الحقيقي X أس R العدد الذي نرمز له ب x أس R، والمعرف x أس R يساوي الجذر من الرتبة N ل x أس M، بحيث R هو M على M على N عفوا، و N عدد صحيح طبيعي غير منعدم، و M عدد صحيح نسبي غير منعدم. نتائج أو عفوا ملاحظات: إذا كان R يساوي M على N يساوي M بخيم على N بخيم، بحيث N و N بخيم عددين صحيحين طبيعيين غير منعدمين، و M و M بخيم عددين صحيحين نسبيين غير منعدمين، فإن X أس R تساوي الجذر من الرتبة N ل X أس M تساوي الجذر من الرتبة N بخيم ل X أس M بخيم. ملاحظة الثانية: لكل عددين جذريين غير منعدمين R و R بريم، ولكل عدد حقيقي موجب قطعا X، لدينا X أس R يساوي X أس R بريم تكافئ R تساوي R بريم. ملاحظة الأخيرة: الجذر من الرتبة N لX هو X أس 1 على N. خاصية: لكل عددين حقيقيين موجبين قطعا X و Y، ولكل عددين جذريين يخالفان الصفر R و R بريم لدينا الخاصيات التالية: X أس R عامل لX أس R بريم هو X أس R زائد R بريم، ثم X أس R على X أس R بريم يساوي X أس R ناقص R بريم، ثم X أس ناقص R تساوي 1 على X أس R، ف X أس R عامل
أو x أس r الكل أس r بريم هو x أس r في r بريم، ثم x أس r عامل y أس r هو x في y الكل أس r، وأخيرا x أس r على y أس r هو x على y الكل أس r. بهذا أعزائي التلاميذ نكون قد قدمنا تلخيص للدرس الأول اتصال دالة عددية، فأدعوكم إلى مزيد من الجد والاجتهاد، وأشكركم على حسن الانتباه والمتابعة، وإلى الفيديو المقبل بحول الله.